أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي في ذكرى وفاته السادسة، ماذا تعرف عن أعظم ملاكم في التاريخ؟ هل كنت تعلم أنه زار الجزائر يوماً؟ ولد محمد علي كلاي المعروف بكاسيوس كلاي عام 1942 بمدينة لويسفيل بولاية كنتاكي الأمريكية لعائلة مسيحية من أصول أفريقية. عانى في صغره من التمييز العنصري بسبب لون بشرته السوداء، لكنه أصبح بطلاً عالمياً يفتخر به الجميع. احترف رياضة الملاكمة وهو لم يتجاوز 18 سنة، حقق عدداً قياسياً من الانتصارات والضربات القاضية، حصل على لقب بطولة العالم 3 مرات، كان أولها سنة 1964 حين فاجأ الجماهير بإقصاء سوني ليستون بطل العالم أنذاك، ليصبح أحد أشهر أبطال الملاكمة في التاريخ. اعتنق الإسلام عام 1964، غير اسمه واستقر على اسم محمد علي، عرف بدفاعه عن قضايا السود والمسلمين. رفض المشاركة مع بلاده في الحرب على فيتنام، قال عبارته الشهيرة: أنا مسلم ولا يوجد شيء يمت للإسلام في قتل أناس أبرياء. اعتقل بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، انتزع منه لقب بطل العالم وأوقف عن اللعب عدة سنوات لذات السبب. في 27 ديسمبر زار محمد علي الجزائر لحضور جنازة الرئيس الراحل هواري بومدين، كونه كان مناصرا لقضايا التحرر. توسط لدى الرئيس العراقي صدام حسين لإطلاق سراح حوالي 5000 أجنبي احتجزهم رهائن عام 1990، نجحت وساطته وأطلق سراح أغلب أولئك الرهائن. أعلن اعتزاله اللعب نهائيا عام 1979 عن عمر يناهز 39 عاما. رغم إصابته بمرض الشلل الرعاش باركنسون، فإنه استمر في مكافحة العنصرية حتى وفاته. حاز على تقدير ليس السود فقط، وإنما جميع المواطنين الأمريكيين. توفي محمد علي في 3 جوان 2016 عن عمر نهز 74 عاما بعد معاناته من مشاكل صحية في القنوات التنفسية.